السلام عليكم الخوت، نهار كبير هذا. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اول حاجه غادي نزوروها ان شاء الله هنايا الوصول ديالنا مدينه ارفود، وهو هذا المتحف هذا اللي كيبيع بعض المنتوجات صراحه اللي غريبه بزاف. يلا تكتشفوها جميع، ودائما حاولوا تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك تشتركوا في القناه باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. تحياتي، يلا ومعنا. ما شاء الله، شوفوا هذه الحوته هذه، يعني هذا كيدل على ان البحر كان هنايا ورجع. ما شاء الله، يعني اكثر من مليون سنه. وهذا الانياب ديال ما عرف ما شوش ديال الكرش ولا ديال شي سمك مثلا، ولا ما عرفناش. وكاين عاود هذا الحشرات، هذو كاين عاود هذه اللي انقرضوا اكثر من مليون سنه. شوف ما شاء الله، هذا سميتو الذباب، انقرض اكثر من مليون سنه. لو واحد السؤال الاخوات كتبوا لي في الكومونتير، واش تقدروا تشريو نتوما هذه ب 1200 درهم على حسب، هذه 300 درهم. واش تقدر تشري هذه الحجره هذه 300 درهم؟ ما شاء الله، ولكن هذا الشيء هذا ما شاء الله، يعني 200 درهم، 500 درهم، 650 درهم، 600 درهم. دونك حنا كنشوفوا القيمه ديالها، لحقاش راه ما كايناش هذه. وهذا الشيء كامل ديال المنطقه، تاع المنطقه ارفود، شي كامل كيتخرج من المنطقه ديال ارفود. ما شاء الله، 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 ما شاء الله. 7200 درهم هذه الحوته هذه اللي عندها اكثر من مليون سنه. شوفوا اللي تحت 9500 درهم، ما شاء الله 200 درهم. هذه راه ماشي واحد الحجره عاديه، هذه راه هذوك الحشرات اللي كاينين تما انقرضوهم اكثر من مليون سنه، اللي تلقاهم هنايا في ارفود. شوفوا هادو عاود، شوفوا هنا ديال الرخام. شوف واحد الديكور كيتحط هكذا، هادشي هذا ممتاز ما شاء الله. طلع لك. إذا كانت هاد الزيارة هذه لأول مرة باش نكتشفوا شنو كاين هنا بالضبط في هاد المتحف ولا معرض اللي كيعرضوا فيه المنتوجات. ما شاء الله،
هذه كتجي هنا الضوء باش كيعطي واحد لاليميير زوين. يا سلام، شوف مجموعة من المنتوجات اللي كاملة مخدومة باليد. شوف هنا يعاود كاين حجر، هذا طبيعي، هذا طبيعي خلق الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، شوف 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 بحال القشوة ديال الزريعة. شوف شوف كي تشوف هكا تقول القشوة ديال الزريعة. شوف هادي ما شاء الله ما شاء الله. هذيك الداش، شوف هذيك، البيضات هذو الكحل. هذا الشيء هذا ما شاء الله ممتاز ما شاء الله. شوف هذه، شوف هذه، يا سلام. شوف 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 شوف، أنا عرفت هذا شنو هو، راه لابابو منقوش. هنا دير الصابونيه وتجيب السقايه من تحتها، شي حاجه تقليديه. هنايا كاين الخنجر، ما شاء الله. شوف 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 ديكور كده. شوف حاجة اللي نادرة ما شاء الله. شوف شوف هذا، شوف هادشي، شوف هاد السلاحف. الديكورات هادو يستحقوا الشراء كهدية أصدقاء صراحة. شوف هنا ما شاء الله، يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. زعما أول مرة ندخل هنا لهذا المكان، مكان ما شاء الله. شوف الطاولة كي دايرة بالرخام، شي حاجة تبارك الله اللي روعة. مجموعة من الاكسسوارات اللي تستحق الشراء ما شاء الله. إفريقيا يا سلام يا سلام. الشيء هذا رائع ما شاء الله. شوف 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 واحد لابابو كي داير، هذا راه لابابو، هذا منقوش بالحجر، منقوش داك الشيء. يا سلام، رخامة منقوشة. ها هي رقعة السطرونج بذهب بريقلة، واحد النافورة
يا سلام، شوف شوف هالشي هذا ما شاء الله. هذه 110 درهم ما شاء الله. هذه نشوفه فيها ايش، هذه 400 درهم. العفو، هذه 1100 درهم. 1100 درهم. هذه 400 درهم. هاي فرها، شو هذه 950 درهم. هاي حجرة 950 درهم. شو هذا، شو الطفسي هذا، الطفسي هذا تاع الرخام ما شاء الله. ما شاء الله كما كتلاحظوا هذا الشيء كامل ما شاء الله منتوج محلي ديال البلاد، منتوجات ما شاء الله. ما شاء الله، شوف 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 الديكورات كي دايره تبارك الله. هذا كيدل على ان البحر كان هنا في هذه المنطقه، الحوته هكا تحجرت في هذه المنطقه ديال ارفود. ملي كنشوفوا هذا الشيء هذا كنعرفوا بان البحر واحد الزمان كان هنايا في هذه المنطقه ديال ارفود ورجع. هاد الحشرات هادو كما كتلاحظوا حتى هما بحريين.